السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. هاي يوم يقول لك بنادم بسم الله شحلي ظاهر لنا نص النهار، نص النهار بالنصيفة الطير ما يطير يطرون الوقت هذا غير ما بحين عادة. إن قدا لناظره قريب يوم بيعديكم بوي عقب العيد بثلاثين معات، اللي فيه اللي يقول أنا وأنا يظهر هالوقت القايل نص النهار لا ويحوط خاري هناك فياش البراحة. هذا اللي فيه هبة، هذا اللي فيه هبة، حبي يرس الظله. لا المراد مساكم الله بالخير والنور والسرور والبركة، مساكم الله على كل ما يسركم ويفرحكم ويسر خطركم ويأنسكم ويرزقكم حيث لا تحتسبون، ويبارك لكم في رزقكم وحلالكم وعيالكم وشياركم بعد وحتى بكل شيء. برنامج مثل ما تعرفونه، برنامج مثل ما تعرفون اليومي، يعني بنزل نظره على المطابخ. هذي يقولون لي حد من العرب انا بتو كل يوم اللي هذا برنامجكم عيش وهريس وساقه وسمبوسة بكورة، هي هذا جو رمضان، هذا المطبخ اللي خالي، المطبخ اللي داخل ترى يسوون يسوون الحلويات ويسوون السلطات ويسوون غير كل بيت يخدم هذا، ما حد يظهر الحلاوة والذبايح الذباح والنفاخ وهذا كله بوي البيوت بوي بتطرطر. أنا أظهر يوم شيء فيه ابتسامة، شيء فيه شيء غريب، هذا أظهر شيء فيه سمك أظهره، يا غير أي شيء من ذباح وصلاخ وأكل وشيء. الناس الحمد لله مياسة بتطرطر والبيوت اللي خاري أكثر عن اللي داخل، الحمد لله ما حد عليه قصيرة، لكن أنا أصور الشيء الغريب الملفت للنظر فقط. والبطرة ما الله آمر فيها والأسراف ما الله آمر فيه، والحمد لله توجه العالم كل حين من سنين من سنين الحمد لله، الحكومة ترشيد الأسراف وترشيد اللوادم وتعلمهم اللي أن هذا ما ينعق وهذا يتخلى وهذا ما ينصرف وتهريج المياه ما يستوي وعقل النعمة ما يستوي، لا 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 لا, لا. وديننا الحنيف أصلا قبل الشيء وبعده يمنع الإسراف ويمنع اللعب ويمنع البذخ ويمنع حتى الفشرة، حتى الفشرة هذه لحد من العرب ممتهنها مهنة، الفشرة 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 بتين العرب على الفشرة. العرب يعني يطري اللوادم داخل الدولة وخارجها من كل مكان، يعني اللي يتفشر كان مسلم ولا بانيان ولا اللي هو، ترى الفشرة فشرة، فلذلك غير مرغوب لا الفشار ولا اللي يتفشر. يلا بنا المستخلاف. السلام عليكم خالد، خالد الكفالة آل نمونة الزمان رتاب خليجي هذا نمبر وان، بس في مشكلة واحد بس هذا نبات ما في جن إيدي صغير. السلام عليكم. صباح الخير آل محمد. لا طرش يا أخي الكل يتابع. والله يحوي صدق والله يحط ستوري، لكن ما يقدر يحط ستوري طرش حقه على شزمه فيديو من سناب على طول. هاي قال شاف الفي فاي قال ابو في فاي وخالد مصور في فاي من يومين يا اخي بس قلنا له يلا تعال قلنا له يلا تعال احفر، قال يلا بسم الله يا بسطول هني ها ويا ابدا يا ابدا سبي يد ما ناسي الطرشة يلا ما شاء الله ظاهر متروح ومتلبس ومتسبح وحنيت حق المطابخ. السلام عليكم. How are you؟ ايوه ايوه اقولكم هاي الحمسة البصل هذا اهم شيء، يحمر البصل وفيه السنوت والليلان بكباره واللوم اليابس الملبب، لازم بدون هذا ما يطيب الاكل ما يطيب، كيف يحمر؟ كيف تغدي ريح تخنينة؟ ما تغدي ريح تخنينة الا اذا انك هالنمون مسوده، لازم ما بمال هوي هوي، قلنا لكم ما شيء مال هوي هوي، اي شيء مال هوي هوي ما يصلح ابدا 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 ابدا. وهذا الماشي اللي روحه زين، وهذا العيش اللي بالماشي بعد ما كيف ايوه
شكرا حفيد. ايوه هاي الحين خلطه البكوره. اي عاد حبيت عافد انا القفاز ما ادراك ما القفاز، ما بنحط قفاز ولا نداني قفاز نحن. ولا ناكل الساقه ولا نستلذه ولا ياكل الساقه ويعيش نقط. ثانك يو. قول لا ناكل الساقه بولو. لا ناكل الساقه. لا ناكل الساقه. لا ناكل الساقه. ولا نستلذه. ولا هي بولو. ولا نستلذه. ولا نستلذه. ولا ياكل الساقه. ولا ياكل الساقه. يعيش. يعيش. نقط. نقط. ثاني زين. لا ناكل الساقه. لا ناكل الساقه. ولا نستلذه. ولا نستلذه. ولا ياكل الساقه. ولا ياكل الساقه. يعيش. يعيش. نقط. نقط. مرة واحدة حينه. لا ناكل الساقه ولا نستلذه ولا ياكل الساقه ويعيش نقط. قول قلي انت الشوربه شفتوا مثل ما قلنا لكم بيضه بيضه هاي لحمه العيد. ها شوفوا ما هاش جاي ابي جاي لك ما مدلخ لا نظيفه. ها الحين خايفه ايوه هاي الشوربه اليوم شو وين الحب سويت اللي قلت لك. يا الله يا الله يا الله منك قايل لك انا مخبرنا عايض ما شاء الله طرش لنا حب بر عماني. فالبر العماني قال بدل ما نسوي شوربه الكابتن بنسوي الـ 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 البر العماني بدال الشوربه الكابتن. هاي جاي ناس من المدينه مراسليني من المدينه المنوره شرف الله شرف هذا هي قايلين لي اذا بتسوون شوربه بدل ما تحط شوربه كابتن حط بر. قلت ابوي نحن جايينا بر بعل من عمان وان شاء الله اليوم قلت حق والله اني قايل ما بقايل لك انا ليش ما سويت؟ انا نسيت سوري ان شاء الله بكره زين؟ ثانك يو. هل تشوفون الحب الكبار اللي داخل؟ ترى هاي ليلان ليلان بكباره سنوت بكباره جرفه عيدان واخر شيء من يحمر البصل عقوا عليه ابويه اللومي اليابس الملبب. الحين الريح اللي تفوتك هاي كلها ريحه اللومي اليابس الملبب والريحه هاي اللي تفوتك كلها قبضت في ثيابي. يلا باي باي. مرة تعال ياي. لا ناكل الساقة ولا نستلذه. لا ناكل الساقة ولا نستلذه. ولا نستلذه. ولا نستلذه. ولا ياكل الساقة. ولا ياكل الساقة. يعيش. يعيش. نقط. نقط. 1 شهر رمضان كان وما زال العرس ساري لين ليلة العيد. من بعد ليلة العيد 20% الخصم مال المصنعية اللي مالات اللي مسوينها سالم الشعيبي المجوهرات ترى بتوجف عندكم فترة حينة هالأيام المبروكات ورب العالمين يسر. وبعد شيء خصومات حتى على العقود للماس الكبار والصغار حتى النعام هاي العقيدات الصغار الاستعمال يومي مسوين عليهم تنزيلات لكن ما أتذكر كم بالمية لكن اللي أنا متأكد منه اللي هن 20% على المصنعية بالنسبة لدى سالم الشعيبي حدث ولا حرج. مجوهرات سالم الشعيبي الأول ترى كان اسمه مجوهرات آسيا في السبعينات وأوائل الثمانينات الأخلاف من ما شاء الله سالم اهتم في الموضوع وحمدان وطور وياب الصيغ من شرق وغرب. حاليا المعرض من أكبر المعارض اللي توجد حوالي 11 فرع في دولة الإمارات من العين ودبي وبوظبي والجزيرة والشارجة وحين آخر فرع بيفتحونه في رأس الخيمة الفرع اللي أظني الحين في يمكن فتحوه أصلا. ذهبهم مميز وطريقة صياغتهم مميزة والموديلات اللي عندهم مش موجودة عند أي مكان. يوجد التغليد على اللي عندك أنت يا الشعيبي التغليد يوجد في أماكن كثيرة
لكن على شو؟ على منتجك انت يا سالم الشعيبي. تقليد هذا تشوفونه شرق وغرب، ها كله تقليد على صياغه قوم الشعيبي. 99% من الذهاب والصياغه اللي نخذت في ابو ظبي، بين ابو ظبي ودبي والعين والمنطقه الغربيه، منطقه الظفره كلها كامله، من برورها دلمه يزرها شرقها غربها، كل اللي صار خذوا ذهوب هالدهر كله، كله من عندهم، من عند سالم الشعيبي. ولا تكاد اسره يكون ما عندها 4 أو 5 صيغ من المرتعشات والنقالس الاوليه والستميات والطواس والمحازم والحقابه والكواشي والافتخ، كلهن 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 ماخوذات ابوي من سالم الشعيبي. واللي يميز سالم الشعيبي حتى للهدوب اللي مخدوم فيها الصيغة واللي مكتوب فيها خيوط مشلولات على الوزن، ووقت البيع، وقت البيع ما تطيح المصنعية غير عن كل مكان. سؤال يعيد نفسه يوميا يوميا بالنسبة أعتقدها للمتابعين ليداد، فلذلك أنا عندي حساب في الانستغرام وعندي حساب أبوي في على سمونه على اليوتيوب، فلذلك اللي بيعرف اي شيء من الماضي في ايام السناب هذا موجود ابوي كل في على اليوتيوب اليوم بيومه، كل سنه بسنته من اول ما تاسس السناب لين يومكم هذا، من 4 سنين اللي خطبها نهايل يوميات كامله، السفرات سيرات وليات شرق وغرب، حتى نيوزيلندا، سيره نيوزيلندا موجوده، استراليا، لندن، ملبورن، كل هالبلادين، مصر، ماشي، المغرب، كل موجود على اليوتيوب. فلذلك اللي عنده اي استفسار ولا شياته يرد للارشيف بيحصل كل شيء، لاني ما بروم اتجاهل الاسئله اللي تيني، ولا بروم ما بوبل اني اجاوبهن، لان وايدات الاسئله وكلها مكررات. مثل الحين كل يوم يسالون هل هذا اللي انتم تخدمونه حينه للبيع اوردرات؟ لا، هذا نحن وغيرنا، هاي عادة عندنا نحن في دولة الإمارات. كل بيت يود يطعم بيوت إيرانه من خدمته، فنحن نفس الشيء، حالنا حال إيراننا، كل حد بمقدورة، حد يسوي نمونة، حد نمونتين، حق 3، حد 10 نمونات، كل إنسان حسب رغبته أو شو يبغي. نحن نسوي ونجسع بيوت إيراننا مثل ما هم يسوون، ويعطونا نطعمهم من خدمتنا ويطعموننا من خدمتهم. هذا شيء متعارف في كل البلاد. وايد الأسئلتي فلذات جاوبت، وهذا وآخر مرة أجاوب هالسؤال على هالسؤال. فيديوهات من وقت ما استوى السناب شات موجودات على اليوتيوب ومخزنات كلهن، السيرات وليات البحور والبرور، الطباخ والنفاخ، القصص، الخراريف، السيره، اليه، كل شيء موجود على اليوتيوب. لا تقولون ما قلنا لكم، كل شيء موجود على اليوتيوب، طالعوني على اليوتيوب، لا تقولون ما قلت لكم. ندخل على اليوتيوب، اكتب خالد الخالدي، دق على قناتي، اخلاف، هوس على اشتراك، تفعل الجرس، بس. شرفنا فيك يا ابو محمد. الله يرفع التليفون فوق حق فريق تسعه. شو الحين فنان؟ الله سام، خلى التصوير مظلم. شرفنا فيك يا ابو. الله يحفظك. الله يرفع. الرياض الحين ساي الرياض هنا. يا غير ذكرت شيء، رديت مره ثانيه من يدي جديد. رديت من يد ويديد ما شيطان شيطان الوسواس الخناس يعني. ايش اسوي؟ ديز ايوه اوبن 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 ما ادري حق الزايغ ان حد منكم يتحرككم لو شيء. ايوه الحمد لله. صبري nobody touch. ايه يا اول كل يو اني ون جست سي ات. يا ويلك يا ويلك، ها بس يطالعونها. طب يبقى القواطي كم يسوون؟ القواطي هالمع هاي الخدمة من وبل يصور هالتخوير كله، من وسوى هالدنيا كلها، ما شاء الله ما شاء الله. كان أبويه على حل على حل على حل على حل، وفي مكان وفي حل.
ما يركب ابوي العدل للعدل. يا سلام سلم يا ابوك وين يهون على الانسان يا ابوك ياكل من هالحلوه هاي ويحافظونها للاخره هاي اللي يقولون يودينها للاخره هاي هي ما ابغى ميضه ويعلى الله يهنيهم ويبارك لهم هاي النظره الاخيره ما قبل بدايه الغراف تضرب ما تضرب ورق ورق ويلوس قطاه الورق ورق ورق ويلوس قطاه الورق أيوة Thank you ابتدى حين يذهب تقريبا 30% منه 30% ابتدى يذهب شو ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله 30% هذا ظني حين عقب ثلاثة أيام بنقطع هذا اللي تشوفونه حين في الضربة الصفرة هذا يتقطع بعد ثلاثة أيام ويكمر في مكان دافي وإن شاء الله بتشوفون الخير تبارك الرحمن هذا تم هبنات السنة هبنات السنة أول ثمرة يثمر توهم باكير هاي البكر هاي بكر توها أول سنة هذا محصول السنة سبحانك يا رب كل شيء تحطه في وقته وموسمه الله يلحقك فيه خير الله يلحقك فيه خير يوم تزرع الشيء في موسمه شوف تبارك الرحمن ها من الارض الحين شوف من الارض ذراع شوف هذه هذا الفرق بين مالت السنه ومالت العام شوف الحين هذه ثمرتها وين مترين تبتدي الثمره ها هذه لا ذراع من الارض ذراع من الارض ذراع من الارض ما شاء الله ذراع من الارض يوم اقول لكم اي انسان يشتغل عندكم في البيت لازم تراجعون وراه لو حتى كان جيد لو حتى جيد المزارع لازم تراجع وراه شوف من يوم هاك اليوم واقعته وهديت عليه هدي يعني ما بعد ما بتحب من هداتي يعني بعد ما بالهدات القويه شي مال كيف حرك كيف انت ما تلقط البكتيريا ما تلقطها لان هاك اليوم اسرف فيلم ياها ترى مال عمك ما يهمك مال عمك ما يهمك وهاي ترى القورة عطني إياها البيرق هاي من أشجار استراليا وسووا عليها تجارب ونجحت في الإمارات عاد نسيت والله شو اسمها إن شاء الله حين هو أكيد يتابع بيعرف شو بيخبرني نسيته والله عطاني هنتين وحدة غير بعد توفت ماتت عايج وهاي تمت حليلها الحمد لله رب العالمين أبو إبراهيم ترى متواكل يلا ويلا يبانا نسير نسوي رياضة يلا حين حين ما شاء الله تبارك الرحمن حية تفاد والله حية تفاد دورت البراد وين الأرض الخرسانة وين يلغت حد يبشق ما حد يبشق قومي خلاف شو الوضع يعني قومي حتى القطوة ما تروع مني حتى القطوة كان هلفتنا العود وما تلغت حتى القطاع والله ولا يتروعن هي والله بسم الله تبارك الله يلا حين غاية عادة يو عناية ليش تربح عليك بس شو بلاك زي زي الله يحفظك يا ابو احمد الله يحفظك كل يوم نوصل فريق جديد كل يوم نظهر نوصل فريق ثاني كل يوم فريق ثاني ها نحن سايرين ونحن سايرين ها استعجبت من الاسم مال الشارع هذا اسم شو شارع عنتق شارع عنتق شو عاد معنى كلمة عنتق الله العالم أكيد لها اسم العلم عند الله أن عنتق نوع من أنواع السمك عنتق نوع من أنواع السمك هي هذا 100% لكن هل لها معنى ثاني الله أعلم أنت نوع من أنواع السمك لكن ما من سمك أبوظبي من سمك الفجيرة من سمك ساحل الباطنة هي نعم هب من سمك أبوظبي ما أدري والله يمكن والله ما أتذكر أنا ما سمعت سمك أبوظبي يسمع أنت إلا كان هل بالحر يزيدون في الكلام وفي العرف ما ينكر حال ما بعيب الآدمي يقول ما عرف
لا إله إلا الله ولا صرمة فيها الحياة، كلهم ميتات. لا حول ولا قوة. أتوقع أن هذا من زود الملوحة في المنطقة هذه، مفروض أنه اللب هاي تتنظف من تحت وتتبدل أرض تراب حمر وعقب تنزرع، ويقايسون عليها في الري، فلذلك تلقطح الملوحة كلها طافحة. منطقة صباخ مثل منطقتنا، وين بيوتنا نحن نفس الشيء، لكن هاي الظاهر أنه ريهم وايد، الري كمية الري زايدة، فلذلك الماء يغلب على الطحين، فيوم يغلب على الماء الطحين هنمون يغلب. شو هاك البيوت اللي هناك ريهم بقياس ومرضومة الأرض بدله التربة، فلذلك أتوقع أن هذا سبب نجاح الطرف هذا، الرصيف هذا ما صابه بالهدف. على فكرة موضوع البحر اللي طرحته باب مني والطريق، هاي من كثر الأشياء اللي تيني طرحت الموضوع البارحي، ولقيت اليوم ردود أفعال ما شيء كثرها تبارك الرحمن، ما شاء الله اللوزة هاي في بيت العرب هاي تبارك الرحمن. أقولكم ردود الأفعال وايد هيت، ردود الأفعال بخصوص الموضوع اللي رمسنا عنه البارحة. اليوم الله يحفظكم شيء سؤال متشابه، أي من زمان، أي من زمان هالسؤال متشابه هي يوميا عشرات المرات. يا غير قلت في خاطر اليوم بخبركم شو هو السؤال هذا اللي يجي، برغم اني ما تجاوبت عليه على حتى في الخاص ما تجاوبت عليهم، لانه الاجابه وايد طويله ومتشعبه، فلازم انت يا الانسان يكون مازر يديك باللي جاي. شو ما شاء الله تبارك الرحمن، يا الله يا رب تحفظ البيت بزراعته ومنعدله ومنزينه، غادي تبارك الرحمن يسر الناظرين، يسر الناظرين البيت هذا ما زين لزراعتهم. يا الله يا رب يبارك لهم في حلالهم ويرزقهم وعيالهم، يرزقهم من حيث لا يظنون. شوف ما شاء الله، شوف ما شاء الله، اسمين تعبانين على شغلهم، تعبانين مسوين 3-4 مديلات لحويهم من خاري. يا سعد حظهم، يا سعد حظهم، يا سعد حظهم، يا الله يا رب ياجرهم على هالخدمة الفنانة وهالترتيب الغاوي، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف ما شاء الله، يا الله يا رب تهنيهم في هالسكنة وترزجهم. شوفني يا رمس عازم يسمر روحي يرمس التليفون، ها شوفوا ودرني، ما يندر يتفق ويا حد علي. استغفر الله، لا والله مسكين. لا والله حليل، والله يا ابوك مرتب اموري ومرتب اوراقي، خلني اعيد ترتيب اوراقي من اول الزمان تلاقيها عندي زهره تيمل جماله، ما شفت هذا الخبير مدير الاعمال وين بعد يمس يجي هذا ولا قد جيته هنا، اول مره اوصله. شو ما شاء الله ايش قاعد زارعين، ايش قاعد زارعين بيوت ومعدلين الدنيا. كم يزيد احترامي للشخص اللي يجي متعبل من بيت، كم يزيد احترامي هاشرات ابن ادم اللي يدور يماله له والبلاده والفريجه وبيئته، هذا كله شيء جميل جميل وفنان. يا الله يا رب تهنيهم تطرح لهم البركه. هذا الموضوعنا، شو هو السؤال هذا اللي انا انسال عنه يوميا 1000 مره ومرتبط في الموضوع مال البارحة. على فكرة هذا الموضوع اللي سردناه البارحة لكم هذا نفسه الموضوع مال اللي اليوم له تكملته، لك بطريقة ثانية. أغلب الأسئلة التي أبو محمد كيف نحن بإمكاننا نغدي مشاهير، كيف نقدر نغدي مشهورين والناس تعرفنا ونعرف الناس، شو الطريقة اللي أنت سويتها وغديت هالنمونة، هاي منو هذا السؤال؟ هذا أكيد اللي يسألون هالأسئلة هاي الناس توني متعارفوا وياهم أو توهم جايين أو جايينهم، توهم يعرفوني ما يعرفوني من الله خلقني من أيام الطفولة، هاي اللي رابين نحن وياهم في أبو ظبي وفي دبي وفي الشارقة، وتعارف وياهم هالدهر كله في الإمارات يعني، وفي معرفة قوية بينهم حتى في دول مجلس التعاون يعرفوني وأعرفهم، هاي يعرفون شو السبب. لذلك ما في شيء جديد أنا في حياتي ضفته الحين وعسب السناب يعني، لا ما في شيء السناب، انا ما سويت شيء خصوصي حق السناب، حق السناب او للتواصل الاجتماعي، هاي طبيعتي وتدريب الرب العرب من استويت لين اليوم،
من السويت لي اليوم في راعي سير ويي وعلم وخبر اصدر وورد وامر وانهي والعلوم الطيب والعلوم وراعي نكت وراعي سهر وسير ويي كل ما يخطر علاقتي هنا الحين اللي ظهرت عند الناس اللي ما تعرفني واللي قابلت تعرفني وتذكروني سبحان الله. انزين علاقه هاي علاقه يوميات عاديه يوميات مثل ما تشوفون. اصبح الصبح انا بمديل وامسي بمديل هذا هو كله. ما في شيء جديد يعني ما في شيء جديد انا ضفته غير في حياتي والسلام. ما في شيء ضفته انا في حياتي اللي هو اني اقول اني هذا جديد ومسوينه وهو هذا اللي خلاني اغدي تدريبي الناس تعرفني او ما تعرفني او حد يدانيني او حد ما يدانيني. هاي طبيعتي من الله خلقني اولا. ثانيا ظهر السناب العرب كلها شافت الطبيعه هذه وعاشوا وياي باليوميات في مطبخي وزراعتي واكلي وصلاح وسفره وسيره ويي وعلم وخبر. فلذلك هذا الانتشار هذا اللي مستوي هذا اللي ظهر. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ ولله الحمد ما عد عمري انا من المشاهير، انا من الناس العاديين البسطاء. اعرف العرب والعرب تعرفني من استويت. ومن استويت اعرف الناس كلها ما بالحد دون حد. اعرف العرب كلها في شرق الارض ومغربها، فما في شيء جديد في حياتي. ودي الله يحفظكم على اللي يسالون السؤال هذا كيف الواحد يغدي مشهور او كيف الواحد يغدي معروف. هذا سر من اسرار الله سبحانه وتعالى يبعثها في خلقه. حد من الوادم يغدي وجيه من دين، حد يغدي الناس تعرفه من سمعه من كرم، تعرفه من شجاعة، تعرفه من أصله، من يدانه، من خواله، من عزوته، من حلاله، من فهذا الشيء يكون جاذبية منذ النشأة من استويت، مش شيء مكتسب شيء جديد. عليكم السلام، مرحبا وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ها هذا ابوي اللي جابته السحر الجاذبية. سعيد بن احمد بن عابد. نعم. المنصوري. نعم. يارنا ولا؟ نعم ياركم. ما شاء الله يا سعد حطيب هليره هنا. الله يحييك الله يحييك. والله مليون مرحبا بك وسهلا. متساكين مرة هنيها؟ اي نعم. زين زين زين. جزاك الله خير. يسمونها نوع من انواع الجاذبية تجذبك. هالكويت يقولون فلان مملوح. مملوح. مملوح ما في جمال ما بجميل لا مملوح. المملوح باللغة العربية الفصحى يسمونه راعي الجاذبية. راعي الجاذبية مش مفروض يكون جميل وعيونه عسليات وطويل وعريض ومسبسب لا لا. الجاذبية حتى لو عور أشلق أبلق أسرك فيه جاذبية. الجاذبية ما يخصها ترى في الجمال. هاي يسمونه ملح الجزيرة كلها وملح الخليج. نسيت والله منو يغنيها لو أظني عبد محسن المهنا. حياتي والله ما لها غيرك رفيج، ملح الجزيرة كلها وملح الخليج. هي نسيت والله هذا الشيء. يا ربي الناس العشر لا حول ولا قوة. فهاي الجاذبية الله يحفظكم مع الوقت ومع مرور الزمن تحولت بين انسجام مع التواصل الاجتماعي ونشر الانسجام هذا. فلذلك تلقط الإنسان اللي عنده قبول رب العالمين طرح القبول الأول اللي بيشاهدك واللي بيشوفك يجلس وياك. الحين لا، الحين طرح القبول أكثر والسبب شو؟ التواصل الاجتماعي خلاك الناس تشوفك من قرب فيشوفونك في كل بيت وفي كل مكان. فهذا الشخص يسمونه خلاف شخص مؤثر. كيف استوى مؤثر؟ لأن له قبول هذا الشيء شرات الرزق. هذا من الله سبحانه وتعالى، ما بمن زيد ولا بمن عبيد. الله سبحانه وتعالى يجعل محبة خلقه فيهم. عربية الفصحى يسمونها كاريزمة التأثير. فتلقط وين ما تصير الحرمة هذه أو وين ما يصير الريال هذا رب العالمين يجعل له قبول في نص العرب أي مكان في أي بيئة وأي زمان. فمع الوقت ومع الزمان تلقط الكلام اللي أنت تقوله طال أم قصر ما يكون ممل ولا يكون الواحد يسقى منه أو يتضايق منه أو تلوع كبده منه. مستحيل يصب منو اللي يتلوع كبده؟ الإنسان هذا اللي يدور المعلومات، يدور الاكتشافات. سر اليوتيوب، سر الانترنت، سر وين الفلسفة. عند اللادمي راعي الرمسة وراعي تقصير الدوبة تلقط كل شيء طيب الخاطر وتلقط الابتسامة وتلقط الضحكة. ناس وايدين دخلوا وقروا الموضوع ما
مال كيفية التأثير وحاولوا يطبقونه، لكن قال انفخ يا شريم، قال مهنا برطم، انفخ يا شريم مهنا برطم. شو السبب؟ مش موجود القبول، الملاحة مش موجودة. حين حد بتقولوا لي شو هالكلام اللي تقوله؟ في وايدين ترى يكتبون في جوجل كيف أتعلم اللغة الإنجليزية، في ناس وايدين ما يكتبون الكلام هذا، يكتبون كيف أتعلم أكون مشهور. والله مليون والله مليون مرحبا، مليون مرحبا، مليون مرحبا، من سرت لين جيت، مرحبا مرحبا مرحبا. هذا مواطن عرفناه، هذا من شفته قلت له انت مصري، هذا قلت له انت سوري، قال لا انا فلسطيني، قلت يعني ابن عم السوري، قال هنا نعم. هذا يقول كيف عرفت؟ نخت المصري تنعرف. هي حسني مبارك يهنمونك من المنصوره بعد هي من المنصوره. قميض انك تم منصوره، هالمنصوره يكون عيونهم خضر وشقر وحاله تملا. انا ما كذبت، انا والله انا من عنده من زمان. والله مرحبا وسهلا، سامحنا ابوي راعي سوريا راعي فلسطين، سوي سوالف الله يحفظك. انت عيناوي ابوي، عيناوي، بارك الله فيك، بارك العين فوق الراس، مرحبا بالعيناوي. جماعه انت ما خبرتني انت منو الحين؟ انا راسلك يمكن من سنه. كل اللي راسلني ارمسهم يا غير ما اسالهم انت منو. وتلاقينا وياك في اول ملتقى اعلامي، طلعنا وياك انا وانت في صوره واحده في الجريده بعد. والله وطرشت لك اياها، بس ما ابو محمد انت من سويت اللحيه وذهب بخير، مو انت الاولي. عبيد الظاهر، عبيد بن عتيج بالروضه الظاهري. والله مليار والنعم، مرحبا بك، مرحبا مرحبا. يلا 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 وراي سي البيت. لا 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 والله ما تحلف، نحن معزومين ابوي في خليفه. الله مروا منعم عليكم رفجه، ورفجتها الفلسطيني، ورفجتها اليهودي. ما تزعل علينا ام محمد، اجينا مخصوص، احنا اليوم جايين حق مباراه العين. الله يسر، الله يسر اموركم ويحفظكم، والفوز فالكم ان شاء الله. الله يا رب العالمين. الله يسر اموركم، مرحبا، مع السلامه حبيبي، مع السلامه. بتاع المنصوره. موضوعنا في وادي يكتبون في جوجل كيف اتكلم الانجليزيه، والحين مع انتشار التواصل الاجتماعي وادي يكتبون كيف اكون مشهور، فياخذون النص هذا ويحاولون يطبقونه، النص هذا مال الشهرة كيف الواحد يقدر مشهور، يا لا 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 لا، فهم يطبقونه يتحرون. هذا صح، التصنع وتطبيق اشياء وعادات وتقاليد لب من ثوبك ولب من ملبوسك ومش من بيئك وما ربيت انت فيها، هذه ابوي تنعكس عليك انعكاس سلبي ما بايجابي، لانك انت تاخذ من السوق وتحط في عمرك، ما يستوي، ما يركب، ما يركب ابدا، ما يركب. شفتوا اللي عنده خاتم سوليتير، عق سوليتير وخلط ذهب وحط عليه طعامه، تركب ما تركب. حاولت الحين انت اذا عندك الاراده الكافيه وعندك العزيمه ومعزم من كل ولابد تبي تغادي مشهور، اظهر مثل ما انت، مثل ما الله خلقك. فاللي يباك يباك لنفسك انت، يباك مثل ما انت، يباك على طبيعتك، يباك على سجيك، يباك على رسلك، ما يباك على انك متقمص الشخصية الفلانية او تدعي انك انت الشخصية الفلانية او تغدي انت الشخصية الفلانية، ابدا. هذا بالعكس، هذا يرد عليك بطريقة عكسية. راني هذا حد جاي لنا، مرحبا والله، مرحبا يا ترى، خلينا نطالع سيد التصوير انا، مرحبا. ايش حالك؟ الله يسلم. انت الحين جارنا ولا شو؟ شو رايك؟ ما ادري والله، ريحك ريحه هالمحمد بن زايد. هذا بيت منو؟ انت منصوري؟ نعم. والله مليون والنعم. عارف. انت تدري انك اول مديري؟ دريبك الصوره من يومين. الله يحفظك. رياض طيب، لكن الاول يوم احنا في الجهاد شعنا تسوي رياضه، ما يبارك رياضه، ما كان حتى يسلم علي الاول، يطالعني بعين وغاد. لا لا والله مجبور، يمكن مجبور شعنا تمشي، ما يبارك ليش انا بهذا واشوفها كله فات. ما شاء الله عليك، الله يحفظك حبيبي، على اهلك وسلم على عمرك على كل من يعز عليك. تغدي مشهور، لا تسب، لا تعاير، لا تنتقد، اظهر على ما الله خلق عليه، لانك ان ظهرت بطريقه واحد يسب بتسمعك العرب يومين ثلاثه عقب يقولون هذا يا ابوكم، هذا يا ابوك، الواحد يوم بيسمعه الا قيس الا ما يلحقه اثم. شو السبب؟ لانه بيعاري ويسب
سب فلان وسب علان وسب فلان وسب علان. هذا الموضوع اللي بغيت أذكركم فيه أنا البارحة، اللي أقولكم يربط بين موضوع البارح وموضوع اليوم، هو هذا الكلام، هو هذا الكلام اللي أنا طريته اليوم مرتبط بعض ما بعض. سبتي سبونها الشبكة العنكبوتية، فلذلك شبكة العنكبوتية نسيج متخالط من عيشة الإنسان في سيرته في ييته، وحين جري بيدن وغايته عاد. يا ربي العرق اليوم قبل ما أنسى، في ناس يشوفون شيء موجة أو موضوع أثير في البلاد أو في البلاد الفلانية، فيركبون يسمونهم على الموجة هذه، فيحاولون ولا لا 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 ما عليه. بتسمع بك العرب 24 ساعة ما شيء غيرهن، لو بتنبح خلاف طول حياتك ما حد درابك، لكن أنت الناس بتسمعك، أو اللي يبون يسمعون الكلام البذيء بيسمعونك 24 ساعة، عقب بيعقون فيك الشوك المتنكس، لأنه ما ظهرت أنت على سجيك، ظهرت بلسان البيعاري اللي يسب اللوادم. شفت فلانة عليها هفوة تميت تغني وتطب العسب، يظهر لك صيت وسمعة. سمعته هذا يقول لك يلا بسمعة ولو من نقط. هذا هو كل إنسان في الدنيا، ذكر كان أم أنثى، له شخصيته المستقلة، له شخصيته لتقلد أي حد، لأنك أنت بحياتك ما بتصير هذاك الإنسان، أنت ما بتصير هذاك الإنسان، بتتم أنت. هذا مثل قالوا هذا حمدون وهذه خلاجينة، ما بتتغير. قلدت ترى يبين أنك تقلد فلان، حست عمرك سويتي ميك اب مثل ميك اب فلانة، ما بتغدي شرات فلانة. أنت غير وفلانة غير، الله خاجنة تنمونه، ما ترميت خلفين عمرك، والله لو تلحسين السماء، لو تنطر في خمرة راسك انخلى، لو بتطهرين الشب في عيون هالبيتك، مستحيل يتغير الوضع من إلى. حاولين في يوم من الأيام الله أنك تتغيرين من شكلك، تقلدين الفاشينيستا الفلانية أو المطرب الفلاني أو المغنية الفلانية، لأنها ييتي روحها الله خالجنها هالنمونة، وعندها يركب عليها الشيء اللي بسوت لنا. أنت ركبتيه عليك بتغيرك بس قصرنك ذي، استنسختي منها إليك أنت، وأنت الله خالج لك شكل غير، عبارة بس قصرنك ذي بتغدين، لا تقولين ما حد قال لك. هذا من حين وقد أعذر من أنت دون الغراب. حاول فقير يقلد الحمام، فرط أبوي ملتيس والقراطيس، لا هو بمشيت الأولية ولا هو أبوي بمشيت الحمام. هي والله بس عاد عليكم. أتمنى أني رمت أبلغ الرسالة، أتمنى أني المعلومة هاي اللي في خاطري رمت أبلغها أو رمت أوصلها للي ياس يحاول يقول في خاطره أن المعلومة هاي ما تخصني، لا تخصك وتخصك. شكرا. مشكورين يا إيران المسرة، مشكورة يا أم خالد، يا عمرك إن شاء الله عد طعامه وقعامه وعمر عيالك وذريتك عمر تحبين وتودين. خير أبو محمد، أبو محمد هذا يبون يقربون قربوه رميثات صوبنا، وقالوا لنا أنه مزروع مدينة خليفة زين، ونحن ما نعرف شكله، هذا غريب. قالوا لنا ولد عمة التفاح، بس أظني مال شرق آسيا أو شيء كذي، عاد نبى منك الإفادة. هذا أبو محمد، نعم هذا مزروع هني في مدينة خليفة، يقولون أنه تفاح تايلندي ووتر أبل شيء كذي، ما نعرف، هذا أنا أول مرة أشوفه. قالوا لي كله ما أكلته، قلت أول شيء بأخذ أبوي التصريح الصحي من عند أبو محمد وبنشوف، كان وافق الخالدي أن ناكل بناكل. شوف بالله عليك شكله غريب يا أخي، تقول طماط ما أدري شو، نصور هناك في الشيارة بعد بالطرش. هي والله Good morning my brother. How are you? ما شاء الله ما شاء الله. You look very fresh. الله يضحك. يا مرحبا ابو احمد، مرحبا ابو احمد، مرحبا مرحبا مرحبا. اهلين. خلاص خلاص خلاص.
شو تريد صلاح؟ شو هذا حين؟ وين السلام عليكم؟ وين الحبة؟ وين الدنيا هاي كلها؟ يلا يا ربي يا الروان امك با صلاح اخ عليك شو تريد؟ انجلس امن هل بيجهويك كيف الحال؟ شو تبع صلاح؟ حليب زحين هاد ما بقهوة؟ خلص القهوة ولاحج عن الحليب قهوة وحليب وصح وبسير توك ياي وازقري أسد خليه أسد منو؟ أسد هي وقت هي من وقت حبيبي مرته ها وقت ما أنته منو؟ أسد بلا حساسة جدادي شو تقول أنت؟ أنا تعب بس عن بدرية؟ أنا وحشام الله حيال تخبى أنت قال لك أول تعال عندي وخلاص عن بدرية؟ لا أنت أنا بسير النادي حبيبي الحين قبل ما من نصلي؟ أنت توكل على الله سعد قبل بدرية صلاح حجزنا الفندق ها؟ أنت حجر روحك إبراهيم حجر روحه أنا حجر روحي ما لقطنا مكان كل يشلنا كلنا شرات العام ها؟ حجر أسد أنتوا يا أسد في حجرة واحدة؟ لا حجرة هلا أنت تبى روحك لو يا أسد؟ أنا روحه روحك؟ بتكود بينزل غراسك؟ لا بينون لا يا رك الله كيف الحال؟ شو عندنا اليوم؟ نون عندنا إعلام مال نون صح؟ إن شاء الله صلاح بنطلب لك ساعة من نون شو رأيك؟ وين هالسوى؟ سمعوا يا نون سووا لنا سعر خاص حق صلاح اسوع وين توك قبل شوي قلت شيء اسوع شو حبيبي وينهن تعال صابنا لك ساعة صلاح بيي تعال انت شوف خيبة زعت كبدك نبو تعال تبى هذه صلاح شوف ايه هذا هي تبع هذه؟ ايه نفس اللون لو لون ثاني؟ لا هذا نفس اللون؟ هذا يلا ابراهيم بنطلب هاي الساعة الحين حق صلاح متى توصل عادة؟ بكرة وكم سعرها؟ الصبح كم السعر؟ 595 زين نحط كود الخصم مالك حيسك يا جداي؟ اي هي الحين سعرها كم؟ 595 زين وكود الخصم؟ وبيجي معها سبيكر مجان مكبر صوت اكستريم محمول مزود تقنيه البلوتوث اسود واصفر مزين. هذا مجانا مع الساعه مزين. وبيكون عليها خصم خالدي حسد نو اشيد واه معاه شو هذا اشيد معاه اشيد هي بلاهم معاه يس يسولف يا قمر رشيد ايه؟ الحين بغسل لك شراع غسال ديتشو عندنا عدة أشياء من التطبيق مال نون من ضمنها الساعة اللي حق صلاح اللي هي كانت بكم؟ 595 انزين وأحب نحط عليها الخصم اللي خاص بخالد الخالدي شو تكتب عاد خالد ولا تكتب الخالدي أنت؟ شو لازم تكتب؟ KLDI هذا اللي حقي أنا خصم يخصمه 50 درهم 50 درهم نكمل الشراء الآن خلاص صلاح ليه زعلان الحين من كنت ليه زعلان تكلم بسرعه تروح هناك بني ياسر يروح اول انت سوي التليفون قول تال زعلان ليه صلاح انت ما تبغي تينا نحن سر اسكن هناك شوف من باكر لا تيبه ولا نبغي الارض اللي يمشي عليها صلاح نحن ابوي ما نبغيك خلاص سر هناك يلس لا لا وايد ولا جديد نحن ابوي بتي مان علينا بيت لتي لازم كل يوم تجينا نحن المغرب يوم بيد العشاء تصير عندكم بدريه لا.
ليش؟ ليش؟ ليش لا؟ شو السبب؟ هل قانون من قال لك هالقانون؟ قانون منو؟ كل يوم تينا المغرب. عجيب. يلا سيروا سير الله يحفظكم. ولا تونا لا نباكم لا في السعاية ولا في الرعاية. يلا برو برو. اي برو. قروت قروت. المنتجات اللي نحن بغيناها واخترناها من باور بانك الى عطورات الى ساعة صلاح كنا نحطينها في السلة. قالوا لنا ادخل بطاقتك البنكية. لكن في ميزة المرة هاي في المشترى، اذا بطاقتك طالعة من بنك ابو ظبي الاول تحصل الخصم اللي هو 20%. حطيت البطاقة وطلع الخصم وطلع بعد شيء خدمة جديدة اللي هي تتوفر خطة تقسيط المبلغ بدال الشهر والشهرين، كم 6 شهور تقدر تقسط المبلغ إلى 6 شهور أو 3 شهور على هواك وبدون فوائد بدون أرباح. دامك تستعمل بطاقة بنك أبوظبي الأول تقدر تقسط المبلغ من 6 شهور إلى 3 شهور وبدون أرباح. شو الطريقة حين تقدر تتابع أبوي طلبك وانت جالس تشوف ها تم الطلب، أول شيء تم الاستلام، تم الطلب، تم التسليم. تقدر تتابع وين ما تصير يعني. غير أني طلبت أنا الأوردر هذا خبرتكم عنه، والشو الجديد اللي ناوي أخبركم عنه هذا هو الجديد. طلبي وطلبته شيء من تصنيع نون، تصنيعهم روحهم شغلهم. مجموعة عطورات نية، المجموعة عطورات تدخل وتتنقل العطر اللي يناسبك أنت على حسب ذوقك والسعر والشيء اللي يوالمك. أنواع النوع هذا نية 4 أنواع وكلهن أحجامهن كبيرة، عطورهم مميزة 4 أنواع وكل واحدة ريحة ثانية، وكلهن على فكرة الروايح هاي اللي تشوفونهن كلهن يونيسكس، يناسبن الرجال ويناسبن النساء. ثق تماما، ثق تماما انت يا الشخص اللي تبى تعامل النون، انه من بعد البيع، من بعد البيع معناته في نجاح باهر اللي هي من بعد البيع توصل الى مرحلة التصنيع. هذا شيء قمة في الابداع وقمة في النجاح. اي شيء من بعد البيع يوصل إلى مرحلة التصنيع هاي يسمونه قمة في الإبداع وقمة في النجاح. فالحمد لله والشكر رب العالمين وفقهم نون وجزاه الله كل خير. تأكد ونون من توصل إلى مرحلة التصنيع أكيد بتوصل إلى مرحلة التصنيع شيء اللي هو heavy duty وgood quality، شيء ما قل وزنه وقلي ثمنه، شيء في قمة الجودة. هذا يقين 100%. يوم يقولون أنا مسمار في لوح يطرون نون ومنتجاته وشو تصنيعها. أنا بوي 7 أنواع أنا اللي طلبت 4، كل إنسان عاد على هواه شو اللي يبا. نحن اللي طلبناهن 4 على ما تشوفونهن وسعرهن موافج. من بعد الأكواد والخصم حتى 50 درهم ما يوصل مضرب. تروم تهدي، تروم تستعمله، تروم تعطيه صاحب وصديق، شيء كواليتي تحفة تزين بها كمدينة حجرك. كل يوم تستعمله واحد هاي حتى سنة ما بيوجهه، سنة كاملة وبأور سعرها المناسب. عطورات حاليا الله يحفظكم موجودات فقط في دولة الإمارات، لكن في القريب العاجل في المملكة العربية السعودية راح تتوفر 7 الأنواع، مبنوع نوعين وثلاثة، لا 7 أنواع حالهم من حالنا، نحن ما بخير عنهم وهم ما بخير عنا، خوصا بخوص رقعة السم خصف. الرسومات كلها مطبقة على العطورات، على الإلكترونيات، على التحف، على الملابس، على كل شيء. بحط لكم الأكواد وانتوا عادة وبهواكم. الحين أيام مبروكات، أيام العشر، أيام الأعياد، وهدايا رخيصة ومناسب في خلال 24 ساعة كل شيء يوصلك. دونا وانها
مكود الرطب في السوق، صرت ابوي طالعنا الرطب في السوق وطعمونا بيوتيراننا وكل حد طرش لنا كلي حزي. من تاكل ابوي البسره حتى لمجورنا تنشب لك مصراتك. لا بغاوي ولا الله قاله ابوي رطب يوم بتقيض العين بتبشر العين هاج الساعة اللي وادم تاكل رطب. قبل ما تبشر العين كل ابوي هذا مخمط مقيضين غاصب زور ويحزي ولا يتشاهد. شيء طبيعي وقت الجيم، واحلى في شيء في الجيم انك يوم تلقط حد وهو مستمر. تدري اني انا وايد يعيبني يوم تلقط حد الشباب الاوليين اللي من وقت ما تاسس الجيم ومواظب بطريقه يوميه. انت تدري متى ما جيت الحين؟ يمكن 10 ايام. عشر محمد انت لو ما تجي النادي ما يبايع. ايش اسوي عاد؟ ايش اسوي؟ انت روح النادي يا محمد. لا خلينا منك. انت روح الجيم يا محمد. قبينا انا بتسامح. الله يبارك فيك. الله يسعدك. يحفظك. ادري بها تواجعك يوم انا اصورك. ادري وحيد. لا لا. لا ادري بها تواجعك يوم انا اصورك. اي والله يقول لا ابوي يقول ما ابوي لا شيء لا اوزع حسابات ولا ارقام ولا همك ولا حتى الاسامي ما اطريها. يعطيك العافيه. ابوي ارقد ديوامي رايلك ابوي في اي في حساب امين. تبارك الرحمن ما شاء الله الجيم يعني يكاد يكون ممزوج. كلها ربعنا اللي من وقت التاسيس في الجيم اكثر من 7 سنين الجيم هذا لين اليوم مواظبين الا انا الحين في الاونه الاخيره ابتديت اتاخر في الاسبوع مره مرتين اسير ولا الاول والله يا ابوهم في الاسبوع 6 مرات اسير وخمس مرات اقل شيء 5 مرات فسبحان الله يعني سفرات وسيارات ويات وانشطه وما ادري شو يعني هل ياخرني هي والله هل ياخرني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن روح 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 ما شاء الله عليك تبارك الرحمن ايش حالك الله يحفظك تبارك الرحمن ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك واحد غادي تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك شو اسمك انت ابويا ابو فاطمه والله مرحبا مرحبا مليون ولا يسدد شوامس العين شوامس يا الله هذا الزين والله مرحبا من دار الزين والله مليون مرحبا مليون مرحبا ابو فاطمه الله ييسر امورك بعد الله يحفظك ما شاء الله عليك الحين تشوف موقع ما فيه زحمه لا جدا الريول لا جدا السايكلينج لا جدا الحديد لا جدا كل الاماكن روح الوحش انت روح ان شاء الله اظني 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 اشوف في التليفون بيظهر الرجال ايه ابي يصير صلي القيام ما جور ايش هذا ما بصورك والله بالخلف ما صورت خلاص خل ابوي ما صورك ترشينا ابو عبد الله قلنا لابوي الشعافره كانوا في العمره وحليه ومن العمره يبونك انت تفضل عندهم على الفطور قال بتشاوع زين ولا ابو خالد قال ان شاء الله وهي والله وهلال بن محمد هلال بن محمد تراك بتصير تفطر عند الشعافره زين ما عليه بتصير نفطر عند الشعافره هي نعم اسبوع الجاي ان شاء الله ما يفطرون عندنا بين نحن نسير لهم لا ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله ليه سيارتك ها تبصلوت هي نعم وخالد ترى يورك الجماعه جميره زين هلال صالونه عمر لا بد ولا عذر السلام عليكم ابو محمد اليوم تعينا في القبيسات هذا القيمات ولا شباب